دكتور أنطوان سعد موجود معنا اليوم، اختصاصي بعلم الدماغ السلوكي. موضوعنا الانتخابات والانتخاب الصائب مثل ما هو بيسميه. بونجور، اهلا فيك. هلا قصة إذا الانتخاب هو انتخاب صائب ولا لا؟ طبعا هيدا شيء نسبي، نسبة لكل واحد هو شو بده، شو تطلعاته، هذا المطلوب، شو بده من هالصوت يلي عم بحطه، وهل هو فعلا عم يختار الشخص يلي عنده نفس التطلعات أو عنده سياسة لا بتفيد المصلحة العامة، يعني بتفيد كل الناس، بتفيد كل شخص عايش على الأرض اللبنانية. لأنه منطلع بالتاريخ منشوف نحن وين كنا وين صرنا، منلاقي كل شيء رجع لورا. طيب أنا إذا بدي استعمل دماغي، بدي روح أعطي أمر لجسمي يروح بستة الشهر يحط ورقة، هيدي الورقة اللي بدي روح حطها شو رايح أنا، يعني شو رح تعطي مفعول؟ عندها تأثير؟ إيه عندها تأثير، حسب كيف أنا عم فكر وكيف أنا يمكن تضرني ويمكن تنفعني، يمكن تضر البلد كله والمجتمع اللبناني كله، ويمكن تفيد المجتمع اللبناني كله وتفيدني لإلي. ما مشان هيك كل حركة بعملها بالحياة إلى نتيجها، ومين وراء هالحركة يلي هي تصرف انتخابي، جسمي عم يتحرك عم ينتقل عم يعمل، هو دماغي. طيب دماغي كيف عم يشتغل؟ عم يشتغل صح لحتى يخليني اتصرف صح، ولا عم يلعب علي ادوار انا ما معي خبرها؟ يعني عم بيوقعني باخطاء وانا مش منتبه. ليه؟ لانه ما تعلمت من الماضي، لانه ما شفت، مش عم بتذكر، ذاكرتي قصيره، لانه ما عم بعرف كيف دماغي بيشتغل. لا اقدر افهم، يكون عندي الوعي الكافي لشغل دماغي مزبوط وشغل وسلوكي مزبوط عبر الانتخاب، بدي يكون عندي معرفة. في كتاب بقرأ فيه بتعلم كيف دماغي بيشتغل، هالدماغ هيدا بدي شوف كيف عم يشتغل وأنا ديره، مش هو يديرني غرائزيا أو عاطفيا أو لأنه بعرف فلان أو لأنه ما بعرف فلان. أنا بهمني أنه أنا كإنسان اتنفس هوا نظيف، بهمني أنا كإنسان أحصل على حقوقي البسيطة يلي مفروض كل مسؤول بكل بلد يأمنها. إذا هو الأشخاص يلي بعرفهم من قبل وهن قسم كبير منهم راجع على السلطة عبر هيدا، ليه بدي أنا أغلط؟ يعني هي منها محبة أو عاطفة أو لا أشخاص لا. معود عليهم أو علاقة شخصية حلوة ولا مش حلوة. أوقات بيكون الشخص هيك ما بنتخبه بس لأنه سئيل، يعني مش مخدوم بنظري مثلا، بس مش هيدا هو المعيار. أكيد مش هيدا هو المعيار، وهيدي شغلة خطرة كتير، لأنه عم نعمل خيار شامل عام مصيري لإلي ولعائلتي ولأولادي ولأصحابي ولمجتمعي، مبني على هيك مزاج أو مبني على هيك هيك معود هيك. أنا في واحد يكون معود بتكون عادته غلط، إذا أنا بنتخب هالحزب أو بنتخب هالفريق أو بنتخب هالشخص بس شفت أنه ما كانوا على مستوى كلامهم. نحن منقول دايما بأي خدمة عامة حدا مسؤول لازم يمشي على كلامه وينفذ اللي بيقوله. نطلع هلا بنسمع شعارات كتيرة وبنسمع بنشوف كلمات هيك اشخاص عم يعملوا دعايتهم الانتخابيه. طب انه ما هول كانوا بالسلطه لنقول وكان عندهم امكانيه يعملوا هالشيء اللي عم بيقولوه، طب هلا عم بيعيدوا نفس الكلام بس ما عملوا شيء قبل، طب معقول يعملوا هلا؟ هون بلش اطرح علامات استفهام، انا بلش اسال حالي هل يا ترى انا عم فكر صح، هل يا ترى انا عم بغلط ولا ما ولا لا عم. في عده مبادئ لازم نحن نفكر فيها ونشتغل عليها. اهم شيء انا صوتي له قيمه، هاي شغله كثير مهمه. واذا انا بعتبر انه ما في حدا من المنطقه يلي انا موجود فيها وبنتخب فيها بيستاهل انه يوصل لانه منه شخص عنده المصداقيه الكافيه، أنا بحط ورقة بيضة، بعطي صوت لا ما في حدا لأنه من الأشخاص وبحطها، ما عندي مشكل. مش لازم أقعد ببيتي، أكيد هيدي مش لازم تصير، لازم روح أعطي رأي، يا رأي مقتنع بشخصية بفريق بمجموعة، يا ما بعطي رأيي بحط ورقة بيضة بنتخب أنه أنا مني موافق على هال منظومة الموجودة. أنا بكون عطيت رأيي بالنهاية، مهم كتير لأنه رأيك أساسي وبيأثر، لأنه أنت عم بتجيب هالطبقة المسؤولة، مش هن عم يجوا لحالهم. سو أنت سبب أي شيء عم بيصير حواليك.
مش هن عم يعملوا. هلا غير التأثيرات كمان، يعني التأثيرات من الظروف او التأثيرات من المجتمع. هلا بالاول كان اذا راس العائله بده ينتخب شخص معين كل العائله بتلحقه، صحيح، بس يعني بيجي وبيجي معه 20 صوت. أيوة. اليوم لا، الشغله تغيرت، يعني تغيرت بشكل كثير كبير. أكيد. طبعا ما وصلنا لفعلا كل واحد يكون عنده رايه، بس تغيرت الاشياء، مفروض تصير اكثر وهيك. بعدين عم نشوف اشياء، عم نسمع اشياء، عم نقرا اشياء، انه بتسمع شراء اصوات ومدري، يعني ناس بتشتري وناس بتبيع، يعني انه كانه صارت حياتنا فقط للمتاجره، وهيدي شغله كثير خطره. وانا برايي لازم كل واحد، لك في عن، انا دائما بقول للناس بليز راجعوا حساباتكم دائما قبل ما تعملوا اي شيء، لانه اي اكشن بتعملوها النتيجه تبعها مربوطه فيها. يعني ما فيكم تتشكوا، فيكم تندموا فقط، بتقولوا يا ريت ما عملت هيك، بس انه ما رح تقدروا تغيروا على مده 4 سنين في حال اخطأتوا الخيار. انا لحتى اعرف اذا صحتي منيحه شو بعمل، هيدي ماشين صغيره بحط اصبعي فيها، وشو بتعمل لي؟ بتصرف لي قديش كميه الاكسجين بقلب الدم عندي، وبتقول انه انا جهازي التنفسي عم يشتغل صح، الخلايا عم ياخذوا كميات الاكسجين المطلوبه لحتى يقدروا عم يشتغلوا صح ويؤدوا مهامهم كما يجب. طيب بس اذا لا، في عندي مشكله انا بمطرح معين، في انسداد بمطرح معين، ما رح اقدر كون عم بأدي مهامي بشكل طبيعي، ورح كون مريض. نحن عايشين ببلد مريض، هيدا البلد عم بيموت تدريجيا، درجه درجه، يعني صرنا بمرحله عن جد مش احكي اقتصاد، خلينا نحكي فقط على مستوى الصحه، على مستوى البيئه، يلي هن لا اقدر انا اعيش، بدي اقدر اتعالج واعمل، وبدي اقدر اتنفس. هيدي هول التلوث موجود وين ما كان، وما حدا بيهتم بالموضوع. بنسمعهم بيحكوا انه والله رايحين نجيب مصاري واقتصاد ومدري شو، انا لا، ما بدي هيك، انا بدي اوعى انا على حالي شو عم بعمل، انا كمنتخب رايح انتخب، اوكي؟ لا شخص، بدي اعرف انا خياري صح او غلط، يعني دماغي عم يمشي بشكل جيد او لا. كمان شغلة تانية، ممكن أنا أفحص جهاز العصبي، قديش أنا مرتاح مع نفسي، قديش أنا في عندي سلام داخلي أنا ورايح، مش متردد لا بدي أرضي حدا، بدي أرضي شخص تاني. هولي كلهم أمور لازم نحن نبلش نفكر فيهم قبل ما نخطي أي خطوة تجاه الصندوق الاقتراع، قبل بثلاث أربعة أيام من هالاستحقاق الكبير، لأنه بعدين ما بينفع الندم أبدا. بس فينا نغير رأينا، قديه بدهم يخلوني فعلا نفكر بطريقة واضحة وحقيقية. تصليح التفكير تبعنا بياخد ثانية، وفي ياخد سنوات، وناس تموت وهي فاشلة على مستوى الفكر، بس القدرة الوعي عنا بيحول لك تفكيرك من تفكير صح فاشل وخاطئ لتفكير صحيح. ليك قديش نحن أعطي لنا من قبل الخالق قدرات كبيرة بتسمح لنا أنه ننتقل من مكان إلى مكان آخر بلحظة واحدة. يعني مثلا أنا بتطلع، أنا كثير أحزاب وبشوفهم عم يحكوا، بجرب أقرأ سلوكياتهم وكلامهم وأفكارهم واتجاهاتهم، وبقارن ماضيهم كيف كان، بقارن شو عملوا قبل، بقرأ الأشياء بشكل متواتر على مرحلة زمنية كاملة، وأساسها بقول طيب أنا بقدر إذا كان في تناقض، إذا كان في عدم تناغم بين يلي عم ينحكى اليوم ويلي انعمل مبارح، هل يا ترى أنا بدي يكون عندي نفس الموقف؟ لا، إذا هني ما رح يتغيروا، لازم على قليلة أنا أتغير وأعمل خيار مختلف. أنا متابع، يعني كمان، يعني كمان اللبناني بينتخب وبينسى، بينتخب عاطفياً ما لازم. وبعدين ما بيلاحق، ما بينسى ما لازم. لما بتجي بتسأله أنت ليش مع هالشخص ومش مع هيدار، ما بيعرف، خليني ما بيقدر ليش عم يعني يجاوبك. خليني أقول لك ليش عم ينتخب، ليه أنا عم بنتخبك لإلك، ليش؟ شو السبب؟ لأنه عم شوف فيك شيء بيشبهني. هلا اذا انا عم شوف غلط كارثه، وقعد بالجوره. اذا انا فكرتك بتشبهيني وانتخبتك على هالاساس، طلعتي انت ما بتشبهيني، يعني انا وقعت حالي معيده على القليل، لانه انا وقعت حالي بكارثه كبيره. فرق ما انا الافضل اني مش حقق حالي من خلالك، بالعكس
انا بدي اشوف انت وين موقعك من خلال المفاهيم يلي انا عندي اياها ويلي انا منتظره منك. دكتور سعد هيدا الفرق. جبت لنا صور بس قبل ما يخلص وقتنا طبعاً. كمان خلينا نشوف كيف ديناميكيا مثلا كل واحد منا عنده افكار عنده صور، هول الصور موجودين عنده من الماضي وحاملهم معه وعم بيرجعوا يطلعوا بكل وقت للتاني وعلى اساسها بصير يعطي الاحكام او بصير ياخذ قراراته، والقرارات اللي بناخذها مثل ما قلت كثير اساسيه بحياتنا ونابعه من جوا وبتعكس صوره نحن عنا اياها جايبينها يمكن من الماضي البعيد او من الحاضر، ذكرتنا بامور ودفعتني على انه اتصرف بشكل معين، ما لازم اخطئ بخياراتي واوقع بفخ دماغي. هون منشوف صوره تانية منطلع انه في شيء بوسط الدماغ اسمه الالوان منشوفها بالنص، هيدي الدماغ العاطفي، وهذا الدماغ العاطفي هو مع الاسف يلي مسؤول مباشره عن سلوكياتي، لانه الدماغ قشره الدماغ اللي منشوفها فوق الرماديه يلي طالعه ونازله هيدي منشوفها غشاء الدماغ، هو لازم يميز بين السلوك العاطفي السيء والسلوك العاطفي الجيد. مشان هيك هيدا التوازن لازم يكون عندي إيه موجود، اعرف انه في دماغ العاطفي ممكن يوقعني باخطاء، بس في دماغ المنطقي الخارجي هو لازم يعمل التوازن ويقول له لدماغي لا ما تعمل او عمول. بنطلع بهيدي الصوره بنلاقي فيه ثلاث طبقات من بجهاز العصبي المركزي، الطبقه التحتانيه الحمراء يلي هي الدماغ الغرائز البحث الزواحف، يعني الله بيعرف قديش في عنا بلبنان زواحف قد ما بديك، بيشتغلوا من خلال الدماغ الأحمر يلي هو بيمشيهم بيسمعوا الأوامر وبينفسوا، ما عندهم قرار حر، ما عندهم إمكانياتهم الذاتية بأنه يقولوا لا لما بيكون في شيء غلط عم بيصير، بينفسوا الأوامر الأعلى منهم. الدماغ العاطفي هو الأزرق والدماغ المنطقي هو الأخضر، لازم يكون الأخضر يسيطر على الأزرق العاطفي والأحمر الغرائزي، مش العكس الغرائزي يمنع الأزرق والأخضر من أنه يلعبوا دورهم. وهيدا بدل على أنه هيدا الدماغ، وهالمكنة اللي فرجيتك إياها قبل شوي بتفرجينا قديش الدماغ هو بيأثر بشكل مباشر بخياراتنا إذا عرفنا كيف نمشي. نتطلع هلأ هون منشوف، لاحظي أنه في دماغ منطقة الميت اليمين هيدا الدماغ الداخلي، والدماغ منطقة ميت الشمال هو الدماغ الخارجي، يعني هول الاثنين بيصوروا لك العالم بيشبهك او ما بيشبهك. المنطقه الخارجيه بتقول لك هذا الشخص بيشبهك بس هناك عندك احتمال تروح تصوتي له، ومالت اليمين هو مالت الشمال هو الدماغ المثلك يلي بتقولي او اللي مش مثلك يلي هو مش معي يلي هو ضدي يلي ما رح صوت له. ونحن الخيارات تبعنا بتصير يا لانه بيشبهني بروح بصوت له، يا لانه هداك ما بيشبهني بروح بصوت ضده. يعني دماغنا عم يشتغل بطريقة مثل ما منفكر انه هول الاشخاص بيشبهونا بدون ما نعرف حقيقتهم على المزبوط مين هن هول الاشخاص وقديش قادرين يكونوا على مستوى المسؤولية يعني يقدروا يعملوا يعطوني حقوقي انا كانسان مرأة او رجل ختيار او طفل شخص عم يعيش بهذا البلد وبحاجة لانه يعطى ابسط حقوقه ويمشي هالشخص اللي انا عم بختاره تحت القانون، يعني انا وماشي على الطريق ما يكسر علي ويفوتني على يطلعني على التروتوار لانه هو عنده اجتماع او له عنده عشاء، لا، لانه انا كمواطن هو مثله مثلي مفروض يمشي مثل ما انا ماشي ويكون عندهم يمشي على القانون مثل ما انا ماشي على القانون، ما يكون بشيء عنده افضليه علي لبل يقطعني انا قدامه لانه انا اللي جبته على السلطه مش هو يلي عملني مواطن. هيدا الفرق يلي بدنا نبلش نحن كمواطنين نفكر فيه ونختار على أساسه، مش ننطر إنه والله المحسوبيات الشخصية وهذا بيفيدني وهذا بينفعني، لأنه بالعكس رح ندفع ثمنهم أضعاف في حال هذا الشخص ما كان على المستوى الفكري على مستوى نضوج الوعي عنده بيسمح له يتحمل مسؤوليات ويكون فعلا هو المثال الأعلى لإلي، يعني يطبق القانون قبلي لحتى أنا أكون مثله وانتخبه مرة تانية إذا كان ترشح مرة تانية. ولازم مفهوم مبدأ السلطة يكون فيها تداول، ما نضلوا الأشخاص هن ذاتهم، لأنه العطوه عطيو، إذا عطيو شيء منيح برافو نتمثل فيهم، وإذا ما عطوا يروحوا يرتاحوا لأنه في غيرهم قادر يعطي أكثر. وإذا ما بعرف قد إيه بعد عندي وقت لإلك أربع خمس نقاط، ما بقى عندي وقت بسرعة، نفكر بماضي الشخص، اثنين دائما الجديد في امكانيات يعطينا شيء احلى من القديم،
شخص يكون مثال الأعلى لإلي عبر تطبيقه للقانون ويكون قدوة لإلي على مستوى السلوك، شخص عنده خبرة وعنده بالمجال اللي هو بده يعطي فيه على مستوى البلد بكل الأمور عامة، يكون يهتم بالمنفعة والإفادة العامة مش الشخصية ولا جماعته، وأكيد يكون اهتمامه الأول والأخير أنه يترفع عن كل شيء، يكون السلطة هو أعلى منا والمصاري أعلى منا، مش يعيش بهدف أنه يكون موجود من خلال السلطة أو من خلال المصاري. دكتور أنطوان، سعد شغل لوجدك معنا، اختصاصي بعلم الدماغ السلوكي، متأمل أنه الانتخابات تجرى يعني على لح تصير هيك أحسن ما يرام. شكرا لك، وقف هلأ ونرجع نتابع لايف.